أكدت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أعمال الدورة 49 بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية على أنها وظفت برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم واقع العلم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية وأمن مستدام. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رئيس الوفد المشارك في أعمال الدورة. يمثل العلم والتكنولوجيا والابتكار مرتكزا من مرتكزات العمل الوطني في سلطنة عمان، فقد رسمت الرؤية الوطنية المستقبل 2040 أهدافا واضحة على المستوى التعليمي والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والتي منها إيجاد منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في اقتصاد المعرفة وتطويره. وأطلقت بلادي البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، ومن مبادرات هذا البرنامج إنشاء وتأسيس مركزاً وطنياً للبحث والتطوير ومركزاً للثورة الصناعية الرابعة. كذلك دشنت بلادي سبقاً تقنياً بتفعيل واستخدام الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية الأخيرة لأعضاء مجلس الشورى في الفترة الحالية.